أنا الوهيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء. مجموعة نماء كجهة مسؤولة عن تصرفاتها أقرت سياسة الاستدامة التي تقوم على ثلاث ركائز رئيسية: الركيزة الاقتصادية، الركيزة البيئية، والركيزة الاجتماعية. تحت هذه السياسة مجموعة أقرت أيضا استثمار مبلغ معين واستثمار وقت الموظفين للعمل في الركائز الثلاث. عبر السنين الماضية كان في عدة برامج، بعض البرامج هذه تركيزها بيئي، بعضها تركيز اقتصادي، بعضها تركيز اجتماعي، كلها تهدف إلى تطوير العمل في ثلاث مجالات. برنامجنا في المستقبل خصوصا في المجال البيئي بيتركز على موضوع ديكاربونايزيشن أو إزالة الكربون، وبهذا الصدد المجموعة بتعمل على خارطة الطريق أو تجهيز خارطة الطريق وتحدد أدوار لكل شركة من شركات المجموعة للعمل في عدة أشياء، منها أول شيء الاستخدام الأمثل للموارد، الطاقة البديلة، والزراعة، استخدام مياه المعالجة للزراعة لتحصيل الكربون وجذب الكربون من الهواء. مجموعة نما حققت نسبة عالية من التأمين في جميع شركاتها. متوسط التأمين في المجموعة أكثر من 95%. طبعاً هذا الفضل راجع لخطة المجموعة في عملية التوطين وتدريب وتأهيل موظفيها حتى يكونوا قادرين على القيام بجميع الأعمال. توجه المجموعة في الوقت الحالي هو العمل مع المقاولين لزيادة نسبة التعمين، سواء كان في التوليد أو كان في عمليات الصيانة في الشبكات أو عمليات إنشاء الشبكات. المجموعة بالتعاون مع هيئة تنظيم الخدمات العامة ووزارة العمل عدت برنامج لتأهيل 800 موظف أو فني حتى يعملوا مع المقاولين. كذلك المجموعة بصدد إعداد اتفاقيات توريد، وهذه الاتفاقيات بتركز على القيمة المضافة المحلية، ومن ضمنها عملية التعمين في المصنعين، مصنعين المعدات التي تستخدم في شبكات الكهرباء. وبالتالي نكون اشتغلنا ما بس على التعمين داخل المجموعة، أيضا في المقاولين وفي موردين المعدات. طبعا هذا كله يحتاج إلى تدريب وتأهيل وتطوير للعمانيين اللي بيشتغلوا في هذه الأشياء كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس يعقوب بن سيف الكيومي، رئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. إن التحول في مجال الطاقة صار واقعاً ملموساً لكثير من دول العالم، مدفوعاً برغبات كثير من الدول في انخفاض أو خفض الانبعاثات الكربونية إلى آخره. وتتعاون الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مع الجهات ذات العلاقة في السلطنة في الوضع وفي وضع الخطط المناسبة لهذا التحول، حيث يتم دراسة على سبيل المثال موارد الطاقة المتجددة في السلطنة، عمل خطط لتنفيذ مشاريع لها ذات علاقة، وأيضا تقوم الشركة بدراسة المعلومات الرئيسية لهذه الموارد سواء كانت الشمسية أو طاقة الرياح، لجعل هذه المشاريع جاذبة للاستثمار الخاص في هذا الجانب. تقوم الشركة أيضا بالتسويق لهذه المشاريع مع المطورين المحتملين في العالم،
تقوم بذلك بسبب خبرتها في هذا الجانب من ناحية تطوير محطات الطاقة ومحطات تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص. قامت الهيئة العامة للكهرباء والمياه سابقا بعمل أطلس لموارد الرياح في السلطنة، وبناء على ذلك قامت الشركة العمانية لشراكة الطاقة والمياه بحجز 7 مواقع لمشاريع إنتاج الطاقة من الرياح استغلالاً لهذا الأطلس، وبعد المشاورات مع المطورين المحتملين والممولين المحتملين لمشاريع كهذه تم الاتفاق على ضرورة تجميع معلومات أرضية لهذه المواقع لجعل هذه المشاريع جاذبة للاستثمار. وبالفعل قامت الشركة بتجميع معلومات في موقعين في ولايتي جعلان بن أبو علي والدقم، وتم الانتهاء من ذلك ونحن في طور تحلية هذه البيانات، ونتمنى على نهاية هذا العام أن نقوم ببداية تأهيل مطورين لمشاريع في هاتين الولايتين. أيضا انتقلنا لتجميع البيانات في موقعين آخرين في ولاية دقم وسدح، نتمنى الانتهاء من البيانات هذه على نهاية هذا العام أو الربع الأول من العام القادم، ومن ثم نتبع نفس الخطوات في تأهيل المطورين وتطوير المشاريع هناك. طبعا ثم نذهب إلى المواقع الأخرى، هناك مجال رحب واسع لإنتاج الطاقة من الرياح في السلطنة، وما هذه إلا باكورة لهذه المشاريع. صالح بن ناصر الرمحي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لنقل الكهرباء. تقوم الشركة العمانية لنقل الكهرباء بنقل الكهرباء عن طريق منظومة النقل المتوفرة في جميع أرجاء السلطنة، ابتداء من 132 كيلو فولت وإلى 400 كيلو فولت، حيث تقوم الشركة أيضا بتوزيع هذه الأحمال من محطات الإنتاج إلى شركات التوزيع. قامت الشركة في السابق بتعزيز هذه المنظومة عن طريق الاستثمار في شبكات نقل الكهرباء، وذلك من ناحية تعزيز تواجد محطات النقل وخطوط النقل في جميع الأرجاء، حيث ارتفعت نسبة موثوقية الشبكة وجاهزية الشبكة وأيضا توفر الشبكة إلى نسبة 99.99% في السنوات الأخيرة. الشركة لها دور ملموس أيضا في المحافظة على البيئة ورفع كفاءة الإنتاج، حيث أن تواجد الشبكة في جميع مناطق السلطنة سيوفر البيئة المناسبة للاستثمار وأيضا التقليل من كلفة إنتاج الكهرباء، حيث أن المناطق التي ستتوسع فيها الشبكة الكهربائية من حيث النقل سيتم إيقاف إنتاج الكهرباء عن طريق الديزل، هذا بدوره سوف يوفر في كلفة إنتاج الكهرباء وأيضا سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة من الناحية التنمية البيئية. بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة في السنوات الماضية في 2019 بربط محطة إنتاج الرياح 50 ميجاوات في محافظة ظفار بشبكة النقل في محافظة ظفار، وقامت الشركة أيضا في عام 2021 بربط محطة عبري لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة 500 ميجاوات بمنظومة النقل الرئيسية في الشمال، وهذا بدوره يعد من ضمن الإنجازات أيضا في تعزيز منظومة نقل الكهرباء بإضافة الطاقة المتجددة إلى خليط إنتاج الكهرباء. سيساهم مشروع ربط في تعزيز موثوقية الشبكة، وسيفتح المجال إلى إضافة محطات جديدة من ناحية الطاقة الشمسية، حيث أن منطقة الوسطى والمنطقة بين محافظة الوسطى ومحافظة ظفار يتواجد فيها العديد من الفرص من ناحية إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية. فمشروع ربط سيفتح المجال إلى ضم هذه المحطات المستقبلية إلى منظومة النقل نقل الكهرباء بشكل عام. مشروع ربط ينقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى ستكون إلى محافظة الوسطى مروراً بالدقم ومحوت، والمرحلة الثانية ستكون من الدقم إلى محافظة ظفار. المرحلة الأولى للمشروع حاليا تحت الإنشاء، ونتأمل إن شاء الله أن ينتهي العمل من هذا المشروع في عام 2023 وستشغل المرحلة الأولى من المشروع. أما المرحلة الثانية من المشروع فإن شاء الله نتوقع أن ينتهي العمل منها على عام 2025.
كذلك مشروع ربط سيفتح آفاق جديدة لمستقبل إنتاج الهيدروجين، حيث أن مشاريع الهيدروجين المتوقعة أن تكون بين محافظتي الوسطى ومحافظة الظفار ستكون ذات طاقة إنتاجية كبيرة، وبدوره مشروع ربط سيساهم أيضا في ربط هذه المشاريع مع المنظومة العامة للنقل في سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله. المهندس عبدالله بن محمد بن سالمين النعيمي، مدير عام التشغيل في الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي. مشروع دمج قطاع المياه وقطاع الصرف الصحي في سلطنة عمان يعتبر من المشاريع الواعدة لاستدامة المياه وخدمة معالجة مياه الصرف الصحي على المدى البعيد. تكمن طبعا دمج المياه والصرف الصحي في عمل استدامة كما ذكرت من خلال عمل خطة واحدة لشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى خطة الطلب على المياه على المدى البعيد وخطة معالجة المياه والصرف الصحي. هناك عدة أهداف تم تحديدها من قبل الحكومة لدمج قطاع المياه والصرف الصحي، من ضمنها طبعا استدامة المياه والصرف الصحي، زيادة كفاءة شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي من خلال دمج القطاعين، إضافة إلى ذلك طبعا إيصال مياه ذات جودة عالية لكافة المشتركين. وأيضا والشيء المهم اللي طبعا نحن نقوم فيه ونسعى له دائما customer satisfaction، اللي هي تكون جدا مهمة، عمل تجربة مميزة للمشتركين من خلال دمج القطاعين. يعني المشترك لما يروح يطلب المياه بإمكانه مباشرة يطلب أيضا الصرف الصحي، فهذه الخدمة في المستقبل بتكون يعني متاحة، واللي نحن بدينا فيها بشكل موسع. إضافة إلى ذلك أيضا الكومبوست بلانت أو السماد المنتج من عمليات معالجة المياه بيكون واحد من المنتجات المتاحة في المستقبل، إضافة إلى خدمات المياه والصرف الصحي. أيضا رفع الكفاءة شبكات المياه والصرف الصحي من خلال عدة عناصر، أهم العناصر اللي هي طبعا الصيانة. صيانة الشبكات تتطلب طبعا فريق متخصص، تتطلب قطع غيار. طبعا الفرق المتخصصة قد تكون نفسها، ولكن في بعض العناصر ممكن تكون منفصلة خوفا من حدوث أي تلوث لا سمح الله، ولكن خطط الصيانة بتكون وحدة، شراء قطع الغيار بتكون وحدة، فهذا بيؤدي إلى تقليل الدعم الحكومي على المدى البعيد. السلام عليكم، مريم المعمري، مشرفة الاستدامة بمجموعة نما. تعتبر الاستدامة هي جوهر العمل في مجموعة نما، حيث ارتبطت ارتباطا كبيرا بعملياتها التشغيلية والإدارية، وذلك إيمانا منا على أن تكون الخدمة مستدامة ماليا واقتصاديا، صديقة للبيئة، وتزيد من رفاه المواطن والمقيم. حيث دشنت المجموعة سياسة الاستدامة في 2014، وتحتوي على ثلاث ركائز أساسية، هي الركيزة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتندرج تحتها عدد من الأهداف التي نعمل عليها. ومن ثم قمنا بتنفيذ عدد من المبادرات التي تحقق هذه الأهداف. في الركيزة الاقتصادية عملنا على تدريب وتمكين الكوادر الوطنية، حيث بلغت نسبة التعمين في الإدارة العليا بنسبة 100%، وفي الموظفين بشكل عام في المجموعة إلى حوالي 97%. من المبادرات التي عملنا عليها هي تدريب وتطوير المواهب الشابة لتأسيس شركاتهم الصغيرة والمتوسطة، حيث قمنا منذ 2015 باحتضان أكثر من 4 شركات صغيرة ومتوسطة لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج الاستدامة للمجموعة. أيضا من أهم مشاريع الركيزة الاقتصادية هو برنامج نقلة الذي يهدف إلى تدريب وتطوير خريجين الهندسة والباحثين عن عمل من
الخريجي الهندسة الكهربائية وما يعادلها للحصول على الرخصة الكهربائية التي تؤهلهم للعمل في الشبكة الكهربائية، والذين أدوا دور كبير جداً في إعادة التيار الكهربائي أثناء إعصار شاهين في المناطق المتضررة. أما من ناحية إعداد التقارير حول المبادرات والمشاريع التي تقوم بها المجموعة، فقد واكبت المجموعة المعايير العالمية في إعداد التقارير، والتي تسمى المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI Report، حيث نقوم سنوياً قمنا بإعداد التقرير منذ عام 2015 و2016 و2018، وحالياً نعمل على التقرير. يهدف التقرير إلى قياس معايير الاستدامة في المجموعة من خلال عملياتها التشغيلية والإدارية. السلام عليكم. صالح ربيع السلماني، مدير أول مشتريات والخدمات المالية لمجموعة نماء القابضة. تقوم مجموعة نماء من خلال شراكة مع وزارة التجارة والصناعة وبيديو بتحديد الآليات والفرص الاستثمارية الموجودة بها للقيمة المحلية المضافة، سواء من خلال أقامة المصانع الجديدة أو من خلال زيادة حجم المشتريات المحلية من السوق المحلي. طبعاً تنبع أهمية القيمة المحلية المضافة بالنسبة للاقتصاد العماني من خلال إيجاد آلية الدورة النقدية في السيولة المتاحة في البلد، سواء من خلال إقامة هذه المشاريع أو إتاحة الفرص الاستثمارية التي تجلب إيد خبرات وإنفستمنت من خارج البلد، الذي بدوره سينعكس بالإيجاب على توفر فرص العمل، بالإضافة إلى حركة اقتصادية من خلال شركات الأسمية. كما تلاحظون أن خلال الفترة الماضية قام جهاز الاستثمار العماني بإطلاق مبادرة قمم، بالإضافة إلى وجود وزارة التجارة والصناعة من خلال اللجنة الوطنية تقوم بإيجاد التشريعات لتنفيذ القيمة المحلية المضافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف بن محمد بن حمد المحروقي، رئيس عمليات التشغيل للتوزيع شركة مسقط لتوزيع الكهرباء. حالياً واحد من المهام الأساسية اللي أمسكها في المجموعة اللي هي رئيس فريق تطوير للأمن والسلامة والبيئة في المجموعة. طبعاً هنا كانت عدة توجهات وكانت عدة أنشطة ونفس الشيء مبادرات من المجموعة لتطوير العمليات اللي مجموعة في المجموعة بخصوص اللي تخص بالأمن والسلامة والبيئة. اللي يشاد له بالبنان يعني أن المجموعة تبنت في 2005 طبعاً بدأت المجموعة يمكن أعمالها الرسمية، وفي 2015 كان في تدشين للاستراتيجيات، ومن ضمنها كان واحد من أهم الاستراتيجيات اللي تركز عليها المجموعة اللي هي الأمن والسلامة والبيئة. التشغيل يعني والمبادرات والأعمال تمت على مراحل مختلفة، وطبعاً هو جزء من التطوير اللي المؤسسات تمر به. فكان واحد من الأشياء في السنوات الأخيرة يعني بتوجيه نفس الحالة من الرئيس التنفيذي للمجموعة أن نبني نركز في آثار العمليات التشغيلية مال المجموعة في البيئة. من ذلك تبنينا شيء اللي يتعلق بتخفيض الانبعاثات الكربونية اللي متعلقة بالأعمال التشغيلية وبالأصول المملوكة للمجموعة. فطبعاً من ضمن الأهم الأصول اللي موجودة في المجموعة اللي هي المحطات التوزيع، أو ما نسميه المحطات التوزيع الرئيسية، بخصوص بكثر ما موجود فيها التكييف كجزء من الأحمال الرئيسية. فتم مراجعة نظام التكييف، وتم مراجعة نظام العزل الحراري، وتم مراجعة توزيع المعدات لتخفيض قدر الممكن من الحاجة لاستهلاك الكهرباء. طبعا هذا الاستهلاك تخفيضه ينعكس بشكل مباشر في الإنتاج، وينعكس بشكل مباشر في حرق الغاز، واللي ما هو بيكون كل ما خفضت في حرق الغاز كل ما خفضت بشكل أساسي في الانبعاثات الكربونية. وهذا واحد من الأجزاء المهمة اللي المجموعة تشتغل فيه. طبعا في أشياء أخرى متعلقة متعلقة بالاستدامة في الصحة وفي السلامة، اللي هي ممكن ملموسة من للجميع، وممكن اللي أكثر يلمس من المجموعة اللي هي تفانيها في سلامة العامة، لأن سلامة العامة واحد من أهم الأشياء اللي يمكن احنا نتداخل معها. الكهرباء موجودة في كل المنازل، موجودة في كل الطرق، موجودة في كل مكان، فلذلك كان على المجموعة يعني واجب أساسي أنها توعي الناس وتتأكد أن الأشياء يعني المعدات الكهربائية ما تعرض العامة للخطر،
وأنها آمنة وتؤدي الخدمة بالطريقة المثلى. هذا جانب من الجوانب اللي اشتغلت فيه المجموعة. الجانب الآخر اللي هي نفس الحالة إدخال التقنيات والمنظومة الرقمية. المنظومة الرقمية دخلت بعدة أجزاء وبعدة مبادرات، واحد منها اللي يمكن الجميع سمع عنها اللي هي مبادرة العدادات الذكية. العدادات الذكية هذه بتكون يمكن نقلة نوعية في تشغيل يعني في إدارة العمليات بين المجموعة وبين المجموعة وبين المشتركين، لأنها بترصد بيانات ممكن أن هذه البيانات تستخدم في تحسين وتجويد الاستهلاك. يعني المشترك بيكون عند المعلومة اللي عارف بالضبط متى الاستهلاك يكون أكثر متى يكون أقل، إيش الأشياء اللي تستهلك أكثر وإيش الأشياء اللي أنا ممكن أدخلها بحيث أن أنا أحسن من نمط استهلاكي. هذا واحد. الشيء الثاني المعلومات الكثيرة اللي بتجيها أو بتتدفقها شركات الكهرباء بتساعدهم في تخطيط الشبكة بطريقة استراتيجية أكثر. الشيء الآخر والمهم أنها هذه المنظومة الرقمية واللي هي ممكن توصلنا في النهاية لما يسمى الشبكات الذكية اللي ممكن أنها ترجع الكهرباء في حالة الانقطاع وتعزل المكان اللي فيه انقطاع فقط. فلذلك يمكن المشتركين تأثرهم بانقطاعات الكهرباء بيكون بسيط جدا ومحدود، وسرعة استجابة الشركات للانقطاعات بتكون سريعة بشكل أساسي. السلام عليكم. سلام الحجري، مدير رواتب أول منافع للمجموعة. نسبة التعمين في مجموعتنا ما تصل إلى أكثر من 97%. وعدد الموظفين العمانيين حوالي 5300 موظف. قامت مجموعة نماء بوضع خطط إحلال بهدف الوصول إلى نسبة تعمين 100% إن شاء الله. معهد نمو للمهارات قام بتدشين منصة روافد للتدريب، يستطيع الموظف في مجموعة نماء الدخول للتدريب خلال 24 ساعة، ويوجد في هذه المنصة حوالي 5000 دورة تدريبية متاحة للموظفين مجموعة نماء. السلام عليكم، معكم زليخة بيت إسحاق، مديرة مشاريع في الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. المرأة العمانية بكل جدارة أثبتت نفسها في القطاع الكهرباء والمياه، حيث ساهمت في تولي مناصب متقدمة ومناصب قيادية في القطاع، ومن ما ذلك سيساهم في نمو السلطنة ونمو وتحقيق التنمية المستدامة. تلعب المرأة العمانية دور بارز في القطاع الكهرباء والمياه، حيث تولت عديد من المناصب القيادية في سنوات الماضية. ومن أبرز التحديات التي واجهتها المرأة العمانية هو التوافق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، ومن خلال نجاحها في السنوات الماضية نرى أنها تجاوزت هذه الصعوبات وبنجاح. مع نمو القطاع في السنوات القادمة نرى أن هناك عديد من الفرص متاحة للمرأة العمانية في سلطنة عمان، وإن شاء الله نراها في المستقبل تأخذ مناصب قيادية في القطاع الكهرباء والمياه في السلطنة. رسالة وجهها للمرأة العمانية في سلطنة عمان، أتمنى أنهم يستثمروا وقتهم في التعلم عن القطاع والتعلم في المجالات الأخرى المتوفرة لهم، وأنهم يعملون ويثابرون في عملهم لتنمية الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.